أطرف حاجات صورتها الكاميرات. أول موقف معانا يخص أخينا ده، واللي لسه حالا مخلص لحام الصور. الله ينور عليك، بس تقريبا كده أنت ناسي حاجة مهمة، راسك. والببغاء ده بيحب يقضي أوقات فراغه على اليوتيوب. أما حيوان الكسلان ده فمستمتع بأسرع رحلة طلعها في حياته. أما بتاع الدليفري ده فبيتسلى على الأوردرات قبل ما يوصلها للزبون. هنا وشيف أسطى. والنورس ده مسك في خناق زميله اللي سرقه. اطلع بالسمكة بتاعتي ياض. أما وحيد القرن ده جه يصحي الكلب قطع له الخلف. قول لنا في التعليقات أكتر موقف عجبك فيه.